نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من نام عند السحر. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام. وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. هذا الحديث الشريف أتى به المصنف رحمه الله في هذا الباب، باب من نام عند السحر، أي من أخذ قسطا من الراحة بعدما كتب الله تعالى له من صلاة قبل ذلك ونام عند السحر. والسحر هو الوقت الذي يكون قبل الفجر، وهو وقت خفيف ليس ممتدا ولا طويلا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من مراعاة نفسه، فإن دوام الطاعة على نحو يرهق البدن ويفوت حظه من الراحة يفضي بالإنسان إلى الانقطاع، أو يكون سببا للمشقة التي لم تأتي الشريعة بها، بل الشريعة جاءت باليسر، فالدين يسر، وأحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. والحنيفية السمحة هي دين خارج عن كل حرج وعنة ومشقة. هذا لا يعني أن لا يكون في تكاليف الشريعة ما يمكن أن يكون فيه نوع مشقة، بل المقصود أن المشقة الزائدة عن المعتاد أو المشقة التي تلحق البدن رهقا أو تلحق البدن عنة أو كلفة أو ضررا فإن الشريعة لا تأتي بذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لعينك عليك حقا ولجسدك عليك حقا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حقوقا ينبغي أن تراعى فيما يتصل بصلاة الإنسان وعبادته وقيامه، ومن هذا أن يجم الإنسان نفسه، أي أن يأخذ الإنسان من العبادة قدرا يطيقه، يقربه إلى الله ويلين قلبه ويصلح عمله، لكن هذا ليس على حساب ما يكون من طاعة الله، من راحة البدن وحظه في الاستعانة بالراحة على مواصلة الطريق. فالمنبت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، وهو من يحمل نفسه شيئا يزيد عما تطيق فإنه سيكون منقطعا في مسيره. وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الصلاة وأحب الصيام هو بيان العدل الذي ينبغي أن يسير عليه الإنسان في عبادته لله عز وجل. ساق المصنف الإمام البخاري رحمه الله في صحيح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمرو بن العاص من العباد ومن العلماء، فقد جمع علما غزيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من أكثر الصحابة رواية، وهو من أكثرهم عبادة وطاعة، حتى كان رضي الله تعالى عنه يسرد الصوم ويسرد القيام، وكان يختم القرآن في كل ليلة، حتى بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبهه إلى أن هذا الذي
يعمله لن يطيقه على وجه الدوام، فأحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. فقال له صلى الله عليه وسلم ما قال من التنبيه في مراعاة الحقوق: إن لجسدك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. وكان أن نبهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاقتصاد في الطاعة على القدر الذي لا يلحقه مشقة ولا يحيف به على نفسه وجسده، فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى أحب الصيام وأحب الصلاة. ساق المصنف هذا الحديث بإسناده عن عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له، وهذا في بيان أعلى ما يكون من صلاة وصوم. قال عبد الله فيما يخبر به عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود. وداود عليه السلام أواب الرجاء، وهو من أنبياء بني إسرائيل، وكان له من العبادة والطاعة ما ميزه عن سائر النبيين، وإن كان الجميع على طاعة وعبادة، لكن داود عليه السلام كان على نحو من الصلاة والصوم بلغ الذروة. والأنبياء وإن تفاوتت منازلهم وعلت مراتبهم في المفاضلة فيما بينهم، إلا أن الله قد يخص بعضهم بشيء من الفضل يميزه عن غيره وإن كان غيره أفضل منه. فإبراهيم عليه السلام وموسى ونوح وعيسى أفضل بلا شك من داود عليه السلام، لكن تميز داود عليه الصلاة والسلام بهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من اشتغاله بأحب الصلاة وأحب الصيام، وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، يعني أقرب العبادات والطاعات في صلاة الليل إلى مرضات الله تعالى وقبوله صلاة داود عليه السلام. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وصومه: وأحب الصيام إلى الله صيام داود. وهاتان عبادتان تشغلان الزمان، فالصلاة تكون في الليل والصيام يكون في النهار، وبه يعمر الزمان، فصلاة في الليل وصيام في النهار به يشتغل الإنسان بطاعة الحي القيام ليلا ونهارا. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صفة هذه الصلاة التي كان يصليها داود عليه السلام وصفة هذا الصيام. قال صلى الله عليه وسلم: وكان ينام، أي داود، نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. هذا عمل داود عليه السلام في صلاة الليل، كان ينام نصف الليل، وحساب نصف الليل من بعد صلاة العشاء بالنسبة لهذه الأمة، فإن الليل الذي جرى قسمته في هذا الحديث هو ما بعد صلاة العشاء التي هي محل صلاة الليل، فإن صلاة الليل تكون بعد صلاة العشاء. وقال بعض أهل العلم: بل نصف الليل يحسب من غروب الشمس. وعلى كل حال الأمر في هذا قريب، فإن الوقت بين صلاة العشاء وصلاة المغرب ليس وقتا ممتدا طويلا، بل هو جزء يسير من الليل. فسواء حسب نصف الليل من غروب الشمس أو حسب من بعد صلاة العشاء، لأنه الوقت الذي فيه الصلاة، الأمر في هذا قريب والفرق ليس كبيرا والبول ليس شاسعا. كان ينام نصف الليل، أي يعطي بدنه حظه من الراحة قدر نصف الليل،
ثم قال ويقوم ثلثه، يعني بعد النصف يقوم ثلث الليل. والنصف والثلث يختلف باختلاف الزمان، يختلف باختلاف الوقت، يختلف باختلاف طول الليل وقصره، وينام سدسه. إذن محصل ما كان يقومه من الليل ثلث الليل عليه الصلاة والسلام، ينام السدس ويقوم الثلث، ينام النصف ويقوم الثلث وينام السدس. وبه يتبين أنه لم يستوعب الليل قياما، وهذا هو عمله الدائب. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم خص شيئا من الليالي بالإحياء الكامل، وهو ليالي العشر الأخير من رمضان، فإنها خارجة عن هذا الترتيب الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة داود. فإن هذا الفضل المذكور في حديث عبد الله بن عمرو أحب الصلاة إلى الله صلاة داود هو في سائر الزمان، أما في أزمنة الطاعة، أزمنة المنح، أزمنة الهبات، فنحن ننظر في ذلك إلى ما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن هديه كان شحذ الهمم وبذل الوقت في طاعة الله. فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وإيقظ أهله وشد المئزر في اجتهاد وطاعة وإحسان يستغرق كل الليل. وقد جاء في صفة قيامه صلى الله عليه وسلم في العشر الأخير من رمضان أنه قام ثلث الليل في ليلة، وفي ليلة قام شطر الليل، وهذا ما يزيد على ما ذكره عن صلاة داود. وفي ليلة قام بأصحابه صلى الله عليه وسلم حتى خشي أصحابه فوات السحور، وهذا وقت ممتد وطول خارج عما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاة داود. فقوله صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، ثم وصفها فقال وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام سدسه، هذا هو المضطرد في القيام في السنة كلها. وأما في أزمنة الطاعة وأزمنة البر وأوقات المنح والهبات والعطايا فإن المؤمن يزيد في الطاعة ويتقرب إلى الله تعالى بأنواع القرب رغبة فيما عند الله وسعيا في إدراك فضيلة الزمان. وأما الصوم فقال صلى الله عليه وسلم في صفة صيام داود ويصوم يوما ويفطر يوما، ويصوم يوما ويفطر يوما، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يطوق هذا القدر من الصيام. معنى يطوق أي تمنى أن يعينه الله أو أن يقويه الله على أن يصوم كصيام داود عليه السلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لاشتغاله بالجهاد وبمصالح الناس كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم في صيام التطوع كصيام داود بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أفضل الصيام وأفضل الصلاة، والشاهد من هذا الحديث فيما يتعلق بالباب هو قوله كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، قال وينام سدسه، وسدسه هو الوقت الأخير الذي يوافق السحر، فكان ينام سدسه. والنبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة لم ألف النبي صلى الله عليه وسلم قائما في السحر، يعني لم يكن من هديه أنه كان يقوم في السحر، بل من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، ثم قالت وانتهى وتره إلى السحر، أي كانت نهاية وتره إلى السحر. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعين بالراحة التي تكون في هذا الوقت لإدراك صلاة الفجر وأذكار الصباح
على نحو من النشاط والقوة، فكان يتقوى بتلك الراحة وذلك الانقطاع عن الصلاة يتقوى به على ما يستقبل من صلاة الفجر وذكر الله عز وجل في أول النهار. وهذا من مما ينبغي أن يسوس الإنسان فيه نفسه ويعتني فيه بتحميل نفسه ما تطيق حتى لا يفوت على نفسه الخير. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائده أن الصلاة تتفاوت في محبة الله عز وجل ورضاه جل في علاه، فليست على مرتبة واحدة بل الصلاة على درجات، فأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. وفيه من الفوائد فضيلة داود عليه السلام في صلاته وصيامه، فإن الله خصه بهذه الفضيلة أن كان صومه أحب الصوم إليه وكانت صلاته أحب الصلاة إليه سبحانه وتعالى. وفيه بيان النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة داود وصيام داود، وفيه أن صيام داود وصلاة داود تميزت بالعدل بإعطاء النفس حظها من الراحة والنوم والفطر وإعطاء العبادة حظها، فكان يصوم شطر الدهر وكان يقيم ثلث الليل على مر الليالي والأيام. وفيه أنه ينبغي للمؤمن أن يشغل كل زمان يستطيع شغله بطاعة الرحمن ليلا ونهارا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على صلاة داود وعلى صيام داود وهما عبادتان في النهار والليل، فالعبادة ليس لها وقت لا تتجاوزه بل تكون في الليل والنهار، ولكل وقت وظيفة ولكل زمان عبادة ينبغي أن يشغل الإنسان نفسه بها تقرباً إلى الله عز وجل وسعياً في مرضاته لعله أن يدرك رضا الله جل وعلا وعطاءه وهباته. هذه بعض الفوائد المتصلة بهذا الحديث. نعم. قال حدثني عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أشعث قال سمعت أبي قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت الدائم. قلت متى كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت يقوم إذا سمع الصالح. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو الأحوص عن الأشعث قال إذا سمع الصالح قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. هذا الحديث الذي ساقه المصنف في هذا الباب لبيان فضيلة صلاة الليل وأن الإنسان يكلف من العمل ما يطيق. مسروق من علماء التابعين سأل عائشة رضي الله تعالى عنها قال سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل المسؤول عنه هنا ليس الفرائض إنما هو عمل التطوع والتقرب إلى الله تعالى بالنوافل، فالألف واللام هنا للعهد الذهني أو العهد الذكر الذي سبق في سياق الحديث الذي كان بين مسروق وعائشة رضي الله تعالى عنها. سألها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت الدائم يعني الذي لا ينقطع المتواصل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب ما يحبه الله. وما الذي يحبه الله؟ أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم ما يحبه الله. ولذلك قالت رضي الله تعالى عنها قالت الدائم أي المستمر الذي لا ينقطع، وذلك أن العمل الدائم يحفظ صلة بينك وبين الله وإن كان قليلا، بخلاف العمل الكثير المنقطع فإنه سيمر عليك من الزمان مدد لا صلة بينك وبين الله عز وجل.
ولا قرب بينك وبينه سبحانه وبحمده. وهذا يبين لنا لماذا كان العمل الدائم أحب إلى الله، لأنه يبقي وصلا بين العبد وربه في كل أحواله، ولو كان هذا الوصل قليلا بخلاف العمل الكثير المنقطع فإنه تمر بره وفترات من الزمن لا صلة فيها بين العبد وربه. لهذا قالت رضي الله تعالى عنها في بيان أحب العمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت الدائم. ثم سأل سؤالا آخر، قلت أي المسروق متى كان يقوم، أي متى كانت عادته في القيام، فقالت رضي الله تعالى عنها كان يقوم إذا سمع الصارخ، كان يقوم أي للصلاة في الليل إذا سمع الصارخ، والصارخ هو الديك، وسمي صارخا لأنه يصرخ بصياحه، وغالب ما يصرخ الديك بصياحه وصوته في ثلث الليل الآخر وأحيانا في منتصف الليل، لكن المقصود بالصارخ هنا ما جرى به العرف والعادة من صياح الديكة، وهو إما بعد منتصف الليل أو في ثلثه الأخير. كان صلى الله عليه وسلم يقوم إذا سمع الصارخ، وفي الرواية الثانية قال إذا سمع الصارخ قام فصلى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قيامه في الليل في عدد من المرات وليس مرة واحدة، يعني كان يقوم ويصلي ثم يرجع وينام ثم يقوم ويصلي، كما وصف ابن عباس رضي الله تعالى عنه عندما نام مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، يقول فقام وجعل يقرأ قول الله عز وجل في قيامه، إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب إلى آخر الآيات في سورة آل عمران، ويمسح النوم عن وجهه، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه ثم صلى ثم رجع فنام، ثم قام صلى الله عليه وسلم وقرأ الآيات نفسها، قرأ الآيات نفسها وهي قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض، وجعل يمسح النوم عن وجهه وتوضأ من شن معلق، هذا قيام غير القيام الأول. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي نفسه حظها من الراحة ومن التقوي على الطاعة، بحيث يقبل على العبادة وهو نشيط حاضر القلب صلوات الله وسلامه عليه. فقولها رضي الله تعالى عنها لما سئلت متى كان يقوم، قالت كان يقوم إذا سمع الصارخ، هذا في بعض قيامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا في غير قيام رمضان، فإن رمضان له من الشأن في الاجتهاد والإقبال على الطاعة وإدامة العمل ما كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحيي به الليل لا سيما في عشر الأخير، ويوقظ أهله ويمضي وقتا طويلا في القيام وطاعة الرحمن، نسأل الله أن يستعملنا وإياكم في طاعته. آخر حديث ذكر المصنف رحمه الله في الباب حديث عائشة، يقول المصنف قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال ذكر أبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ألفاه السحر عندي إلا نائما تعني النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي أخبرت فيه عائشة عن نوم النبي صلى الله عليه وسلم في السحر تقدم بيان وذكر أن هديه صلى الله عليه وسلم انتهاء الوتر إلى السحر، لكن هذا لا يعني أن الوتر ينتهي بالسحر، بل الوتر لا ينتهي وقته إلا بطلوع الصبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح يعني طلوع الفجر فأوتر بواحدة، لكن نهاية الوتر في أفضل أوقاته هو ما قبل السحر، ما قبل السحر. ولذلك تقول عائشة رضي الله تعالى عنها فيما روته عائشة رضي الله تعالى عنها فيما روته عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما ألفاه أي ما أجده ولا ألقاه
السحر عندي إلا نائما، أي لا أجده حال السحر وقت السحر إلا نائما، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول ما ألفاه السحر أي ما يجيء عليه السحر بالضم. ويمكن وجه آخر، ما ألفاه السحر على أنه ظرف وزمان، والأمر في هذا قريب، كلاهما له وجه. ما ألفاه السحر أي ما يأتي السحر على النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويكون نائما. وأما على الوجه الآخر، ما ألفاه في هذا الوقت وهذا الزمان إلا نائما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جزاك الله خيرا، شكرا. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظم وقته ويرتب عبادته على نحو لا يشق فيه على نفسه، وكان يقسم ليله صلى الله عليه وسلم جزءا منه للعبادة وجزءا منه للراحة، وذلك لما في هذا من تنشيط البدن وتقويته، ولما فيه من دفع السآمة والملل والإقبال على العبادة بنفس منشرحة وقلب حاضر. هذا بعض ما في هذا الباب من المسائل والفوائد. نسأل الله أن يتبعنا وإياكم سنة سيد المرسلين، وأن يسلك بنا سبيله، وأن يعيننا على طاعته ظاهرا وباطلا. نقف على قوله: باب من تسحر ثم قام إلى الصلاة فلم ينم حتى صلى الصبح. نقرأه إن شاء الله تعالى في يوم قادم.